فأنا ضحى سعادة من فريق سمارت، رح نحكي هلأ عن اللي translate into predicate logic. هلأ رح نتذكر قبل بهيك بفيديو قبل بحكينا عن اللي translate into propositional logic. هلأ غاد كنا نأخذ كلمات معينة نقدر إنه نشيلها ونحط بدالها logical operator بتدل عليها. هلأ باللي translate into predicate logic هون نفس الطريقة، رح نشوف كلمات معينة نشيلها ونحط العملية اللي هي logical operator اللي بتدل عليها. بالإضافة إلى إنه بعض الأسئلة رح يكون معطيني مثل هيك رموز، هاي الرموز بتدل على جمل معينة رح أقدر إني أشيلها وأحط بدالها هذا الرمز اللي بترمز لي إله هاي الجملة. هلا مثلا بهذا السؤال بحكي لي use the following predicates to translate the sentences into predicate logic. هلا بحكي لي انه i of x هي عبارة عن انه x has an internet connection. هلا هون بدي اعتبر اسم x هو عبارة عن شخص، هذا الشخص عنده internet connection. هاي الجملة كاملة اعطيتها الرمز i of x. هلا c of x فاصلة y هي عبارة عن انه x and y have chatted. و s of x هي عبارة عن انه x is a student. هلا هدول الجمل بدي اعمل لهم translate into predicate logic باستخدام هدول البريديكيتس اللي معطيني اياهم. هلا مش بكل الاسئله بيكون معطيني هدول السنتنسز عشان اني اعتمد عليهم اني باستخدام الرموز هاي عشان اعمل الترانسليت. باسئله ثانيه انا اللي بحط الرموز من عندي. هلا هون علي has an internet connection. علي has an internet connection اللي هي عبارة عن الجملة الأولى، هاي الجملة كلياتها رح أقدر إني أشيلها وأحط بدلها i of x. هلا بدل الرمز x رح أحط الاسم اللي معطيني إياه اللي هو هون علي، فبتصير عندي إياها i of علي. هلا الجملة الثانية اللي هي Ali and Ahmed have chatted. هون علي and أحمد have chatted اللي هي عبارة عن الجملة هاي اللي هي x and y have chatted. بدل الرمز x رح أحط اسم علي وبدل الرمز y رح أحط الاسم أحمد، فبتصير عندي إياها c of علي فاصلة أحمد. هلا علي is a student has an internet and has an internet connection. هلا علي is a student اللي هي x is a student، بدل الرمز x راح احط الاسم علي. هون عندي and، هاي ال and راح اقدر اشيلها واحط بدالها logical operator اللي بتدل عليها اللي هي ال and. has an internet connection وبدل هاي الجملة راح احط i of علي، فبتصير عندي اياها s of علي and i of علي. هلا سامي أو أحمد has an internet connection. هلا has an internet connection اللي هي عبارة عن i of x. هلا هون عندي or، هاي ال or رح أقدر أشيلها وأحط بدلها logical operator اللي هي ال or. بدل ال x رح أحط الاسم سامي وبدل ال x رح أحط الاسم أحمد. هلا فبتصير عندي إياها i of سامي or i of أحمد. هلا if Sammy is a student then he has an internet connection. هلا هون انا عندي f، هاي ال f بقدر اشيلها واحط بدالها ال implication اللي هي الجملة الشرطية، وبعد الكلمة f بيجي عندي هاي هي عبارة عن عن الشرط للجملة الشرطية. هلا Sammy is a student اللي هي عبارة عن s of Sammy، راح احطها s of Sammy. بعدين هون then he has an internet connection اللي هو انه سامي عنده internet connection اللي هي بدل ال f حكينا رح نحط implication i of سامي. هلا if علي and احمد are student then they have chatted. هلا هون برضو عندي f، بدل الاف راح احط implication. هلا student اللي هو علي بيحكي لي انه هو student، فمعناته هاي s of علي. وعندي هاي and أحمد is a student اللي هي and s of أحمد. فأنا هيك عملت بس translate لأول جملة اللي هي هاي كلياتها عبارة عن الشرط، عن الشرط للجملة الشرطية اللي هي لأنه في عندي f. هلا هون بكملها اللي هي then they have chatted. then they have chatted اللي هو انه علي واحمد عملوا chatted مع بعض، فبتصير عندي اياها اللي هي c of علي فاصلة احمد.
وهدول كلياتهم هون اللي هي S of علي and S of أحمد اللي هي علي and أحمد are student، هاي عبارة عن الشرط كامل للجملة الشرطية اللي بتدل عليها اللي هي الF. هلا السؤال اللي بعده اللي هي someone has an internet connection. هلا someone has an internet connection، هلا someone هو عبارة عن شخص مجهول. هلا هذا الشخص مجهول رح أعطيه quantifier بتدل عليه اللي هي there exist x. there exist x. هلا has an internet connection اللي هي i of x. هلا ليش هون خليتها x؟ لانه هذا الشخص اللي هو someone رمزت له في الرمز اللي هو تاع الكوانتيفاير اللي هي there exist x، فسو هون لما اعمل لها translate رح اعطيها برضو الرمز x فبتصير i of x. هلا someone has chatted with علي، someone has chatted with علي اللي هي someone برضو من تاخذ الكوانتيفاير اللي هو there exist x، بعدين شاتد with علي اللي هي c of x فاصلة علي. هلا everyone has an internet connection. هلا everyone هي عبارة عن مجموعة من الناس عندهم internet connection، فال everyone رح تاخذ الquantifier اللي هو for all x has an internet connection اللي هي i of x، يعني انه everyone اللي هو انه كل الناس عندهم internet connection. هلا someone has an internet connection and has chatted with أحمد. هلا هون أنا عندي someone has an internet connection and has chatted with أحمد اللي هي there exist x i of x and c of x فاصلة أحمد. هلا هون كلياتهم راح احطهم جوا الاقواس الكبيره لانه الاكس اللي هون والاكس اللي هون راجعين لنفس الكوانتيفاير اللي هو there exist x. هلا someone has chatted with everyone. هلا someone has chatted with everyone. هلا هون someone راح تاخذ الكوانتيفاير اللي هو there exist x، وهون عندي everyone راح تاخذ الكوانتيفاير اللي هو for all y، او بقدر اغير الاكس والواي هون احط اي رمز انا بدي اياه. هلا هون someone has chatted with everyone اللي هي بتصير عنديها c of x فاصلة y. هلا everyone has chatted with someone، هون عندي everyone رح تاخد for all x مثلا، with someone رح تاخد there exists y، بعدين has chatted with everyone has chatted with someone بتصير عنديها c of x فاصلة y. هلا no one has an internet connection، no one has an internet connection. هلا بدل النو رح هاي النو، هاي النو بقدر اشيلها واحط بدالها اللوجيكال اوبريتور اللي بتدل عليها اللي هي النيجيشن اللي هي النوت، فهي حطيت النيجيشن اللي هي النوت. بعدين كلمه one هي عباره عن انه شخص واحد، هذا الشخص هو مجهول فرح ياخذ there exist x، بعدين has an internet connection اللي هي i of x. هلا هون مثل ما حكينا بفيديو قبل انه لما يكون في عندي نيجيشن بقدر ادخل هذا النيجيشن لجوا الكوانتيفاير واعكس الكوانتيفاير، فهاي الجمله اللي عملت لها ترانسليت هي نفسها بتكافئ for all x not i of x، دخلت النيجيشن لجوا وعكست الكوانتيفاير، او نفسها هاي الجمله بقدر اخرج منها النيجيشن واعكس الكوانتيفاير فرح تعطيني اياها بهذا الشكل. هدول الجملتين متكافئتين لبعض. هلا someone does not have an internet connection. هلا someone هي عباره عن there exist x، it doesn't هي عباره عن النيجيشن not، have an internet connection اللي هي i of x. هلا هون نفس الاشي، هاي الجملة هي نفسها بتكافئ اني اخرج النيجيشن لبرا واعكس الكوانتيفاير فبتصير عندي اياها not for all x i of x. هلا a student has an internet connection. a student has an internet connection اللي هي عندي a student، a student عبارة عن طالب واحد عنده الانترنت connection، فهي رح تاخد الكوانتيفاير اللي هو there exist x، بعدين s of x بما انه student رح ارجع لهون اللي هي s of x has an internet connection. هلا هون بدي احط i of x. طب هلا هون في عندي عملية اللي هي logical operator لازم تكون موجودة، وبالجملة نفسها ما عندي كلمة معينة بتدل على logical operator اللي بقدر احطه بدالها، فبالتالي لما يكون في عندي quantifier اللي اسمه there exist x بقدر احط معه logical operator اللي هي الand.
فبتصير عندي هاي الجملة اللي هي a student has an internet connection هي نفسها لما بعمل لها translate رح تعطيني there exists x as of x and i of x. هلا every student has an internet connection. هلا every student هي عبارة عن for all x as a student اللي هي as of x. هلا بعدين has an internet connection اللي هي عبارة عن i of x. هلا بهاي الجملة طبعا هون بالجملة اللي قبل لازم احطهم بين اقواس لانه الاكس اللي هون والاكس اللي هون راجعين لنفس الكوانتيفاير اللي هو there exist x. هلا نرجع لهاي الجملة اللي هي every student has an internet connection اللي هي for all x as of x, وهون عندي has an internet connection اللي هي بتعطيني i of x. هلا هون نفس الجملة اللي قبل ما عندي كلمة معينة بقدر اني اشيلها واحط بدالها logical operator بتدل عليها, فبالتالي لما يكون في عندي quantifier اللي هو for all x انا رح اقدر احط ال implication فهي وبين اقواس كلها لانهم راجعين لنفس ال quantifier. فهون بتصير عندي اياها الجملة اللي translate لإلها for all x s of x imply i of x. اذا مع ال there exist بتيجي and ومع ال for all بتيجي implication. هلا اخر شيء اللي هي a student has chatted with Sami or with Ahmed. a student اللي هي عبارة عن there exist, اعطيها الرمز x مثلا. a student has chatted with Sami or with Ahmed. there exist x as of x لانه هو عبارة عن student. بعدين has chatted with هاي. هلا بما انه عندي there exist x وهون ما عندي عملية بين الجملتين فرح تاخذ العملية الاوبريتر اللي هي الاند. بعدين c of x فاصلة Sami هيو has chatted with Sami or هاي ال or بقدر اشيلها احط بدلها الاوبريتر or. بعدين with احمد اللي هي c of x فاصلة احمد. هلا هاي كلياتها الجملة راجعة لنفس ال quantifier. إذا هون a student has chatted with Sami or with Ahmed اللي هي there exist x بدل a student, وبدل كلمة student اللي هي ترجمتها لل s of x مثل ما معطيني في السؤال هون. بعدين كان في عندي there exist x وبنفس الوقت هون ما عندي أي عملية بقدر إني أشيلها أو أي كلمة بقدر إني أشيلها وأحط بدالها عملية بتدل عليها, فبالتالي مع there exist x إجا عندي and. بعدين كملت باقي الجملة اللي هي chatted with Sami اللي هي c of x فاصلة Sami, or قدرت إني أشيلها وأحط بدالها الأوبريتر or. بعدين with أحمد اللي هي إنه x has chatted with أحمد ف c of x فاصلة أحمد. طبعا هون الأول إشي بدي أعمل الأوبريتر اللي هي or فحطيتها بين أقواس, بعدين رح أعمل الأوبريتر اللي هي and, وكاملين هدول بين أقواس رح رجعين لنفس الكوانتيفاير اللي هو there exists.